لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأوحينا إلى إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام وأمرناهما أن طهرا بيتي من كل رجس أو دنس مادي أو معنوي، فلا يكفي أن تطهرا بيتي من الأقذار والنجاسات والدنس، ولكن أيضا فلتطهروه من الشرك والريب والكفر والضلال، فيكون مهيئا للطائفين حول الكعبة وللمعتكفين المقيمين في المسجد الحرام والمصلين. وقام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فور فتح مكة بإعادة تطهير البيت الحرام من الأوثان والأصنام وكسرها وحطمها. هل هناك حكمة في الآية الكريمة بالترتيب للطائفين أولا ثم العاكفين ثانيا ثم الركع السجود ثالثا؟ قال ابن الباز رحمه الله: بدأ بالطائفين لأنه لا يكون الطواف إلا في مسجد الله الحرام، ثم بالعاكفين والذي لا يكون إلا في المساجد، ثم نهى بالمصلين والركع السجود لأن الصلاة تكون في جميع الأرض، فبدأ بالأخص ثم الأعم فالأعم. جزاكم الله خيراً.